جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما رأيكم في المرأة المعتدة التي تظل لابسة الحذاء أجلكم الله في المنزل ولا تخلعه إلا عند النوم؟ هذا من الجهل. إذا كانت تلبسه وتلازمه تعتقد أن هذا من أحكام الإحداد فهذا من الجهل. أما إذا كانت تلبسه للتدفئة أو لحاجتها إليه من غير اعتقاد أن ذلك من أحكام العدة فلا بأس بذلك. نعم.